بالضبط. بنبتدي بأول سؤال اللي هو هاي أمس خليناه حق اليوم لأنه أري. يقول لك write a definition of the class name country temp that include the following private member name temperature name to present a country name temperature a array of type of double to hold the average temperatures of 12 of the country for 12 months. Those temperature index 0 hold the average of June, temperature 1 hold average from February and so on. زين فكل شهر يبتدي من اول شهر الى اخر شهر 12 بيكون طول الاري. زين additionally the class should include the following public methods. A constructor with one parameter CName of type string to initialize the country name and create temperature as an array of type of size 12. يقول لك انه بياخذ في البارامتر بس name ولكن شنو بيعرف تكملة السايز في الكونستراكتور. بعدين بياخذ بعدين بنسوي مثال ثاني بيكون set temp to promote يعني نخلي اليوزر يدخل قيم وكذي the user to enter the temperature for 12 months and save them in the array in the temperature array. بعدين a method name find temperature at هاي نفس ال get تقريبا ولكن صار حق ال array that take an integer index. The method should display the temperature of given index. Display error message in if the value of the index is invalid. هاي تقريبا نفس Java 3. Java 3 وايد بيكون فيها شيء كذي. بعدين عندنا a method name average summer temp that calculate and return the average temperature in the summer season من هالإندكس إلى هالإندكس من إندكس 6 إلى إندكس 9 هاي اعتبرهم summer اللي هو جون جولاي سبتمبر سوري أغسطس سبتمبر هالأربعة حسبهم كسمر. تمام فعلشان ما نرجع كساعة حق السؤال بنسوي له كوبي أو قبل هاي خلنا نسوي كوبي حق اسم الكلاس بنسوي لنا بعد باكج جديد عشان الشابتر عشان شابتر 7 نقول له شابتر 7 زين بعدين بناخذ كوبي من الأسئلة من السؤال وبنخلي ككومنت نفس ما سوينا أمس. تمام نرتب الكومنتس بعد زين
الفاليو مالنا بيكون هني بيكون عبارة عن شغلتين, بيكون نيم والتمبريتشر اللي هو بيكون اري, ف وبرايفت نفس ما قال لنا هني برايفت, فبيكون اكيد برايفت بلا برايفت. نيم بيكون سترينج, بعدين بنقول له شنو, بنقول له اي نيم. شوفوا الاري شلون يتعرف, الاري ما يتعرف كامل زين, حتى لو تلاحظون هني ركز لي على الكونستراكتور قال create temperature as an array of 12 of size of 12. شوفوا القصد شنو منه, القصد ان نحط بس التعريف الاولى, يعني بنكتب هني private اسم الاري او لا, هاي شنو بيكون, بيكون double نوعيته لان ارقام كسرية, واسم الاري وبس تمام, بيكون بهالطريقة. بس اللي بيختلف شنو, بنحط هالعلامة الاري عشان نعرف انها اري تمام, هاي الاختلاف اللي بيكون موجود. اما السايز والهاي بنعطيه في الكونستراكتر ما بنعطيني تمام. فالحين بنروح بنسوي الكونستراكتر, بنقول له public اسم الكلاس اللي هو country temp, قال لنا في القوس يبغي c name اللي هو نوعية string, فنقول له string بعدين c name. ما حط لي كونديشن ان احطه في الاسامي, على فكره الاسامي نقدر نحددهم انه ما يكون فيها ارقام, في شغلات يعني تقدرون تسوونها يسمونهم regular expression شيء كذي زين, ان تحددون شنو من نوع الاسامي اللي تبونها, تبون كله كابيتال, في وايد حركات تقدر تسوونها زين. فبنقول له شنو, بنقول له نيم, احنا ما استخدمنا this لان الاسم مو متشابه. بعدين شنو بنقوله, بنقوله equal cname بس. الحين شنو بنكمل ال array زين, لان شنو قال لي, قال لي يبي ال creation يكون داخل ال constructor, فشنو بنقوله, بنقوله temperature زين equal التكملة مالت ال array اللي هو شنو بتكون, بتكون new double, وهني بنعطي السايز اللي هو 12 تمام. فبيكون الجزء الاولي ماله فوق بس الاسم, واهم شيء لا تنسون هاي تمام السكوير براكت, والتكمله تكمله التعريف بتكون في الكونستراكتور تمام. انه واضح كلش انه هني شنو قال لي, قال لي بس اري اوف دبل از تو هولد, يعني شرح عادي زين. اما هني قال لي create temperature as a array of size 12, هني حدد لي السايز, فمن هني يتحدد السايز, فهني بيكون مكان اللي بنكمل الجملة تمام. جافا 3 بيكون دائما بعد نفس الطريقة. اذا خلصنا الكونستراكتر, الحين بنروح حق الميثود اللي هو set temp. هاي set temp لو نشوف شنو يبغي, يبغي كامل الاشهر نحددهم في مره واحده, يعني مو بشهر واحد تمام. لان شنو يقول لي to promote the user to enter the temperature of 12 months and save them in the array زين, قال لي 12 شهر ما يبي بشهر واحد تمام. فهاي بيكون اسمه, وشنو هاي نوعيته, هاي بالضبط نفس الست ولكن شنو على array, فما بيكون في شيء يعني نطبعه, فبيكون void. فبنقول له public void set temp, ما في شيء نستلمه في القوس ما ذكر لنا زين. الحين شنو بيصير, نقدر نسوي كذا شيء
نقدر نخلي مثلا please enter 12 month، تقدرون كل ساعة تخلون enter a value for month 1 2، تقدرون وايد أشياء تسوون. أنا بخليه simple. زين خلا بس نكتب هنا بس عشان توضيح، ما طلب منا بس يعني توضيح نقدر نخلي enter 12 تمام. بعدين شنو مدامي قاعد استخدم ويري وشنو وبروح من سايز، يعني بروح من اندكس 0 الى 11، فاكيد شنو بستخدم فور لوب. تمام فبقول له فور انتجر اي ايكوال 0، من اول اندكس 0 فبحتاج يكون 0. هني بستخدم الميثود اللي يعطيني الاري. الاري شو اسمه تمبريتشر. زين فبقول له تمبريتشر دوت لينث. زين بعد نحط هني مسافه اي بلس بلس. اقدر اخلي مكان التمبريتشر دوت لينث 12، بس الافضل ان اخليه يكون دايناميك. في حال غيرت سايز الاري هني ما احتاج ارد اغيره هني، تمام غيره مكان واحد وخلاص. زين بعدين شنو بقول له هني شنو بحتاج؟ بحتاج سكانر. تمام لان شنو بيقرا، فمفترض من البدايه اعرف سكانر فوق في الكود مالي. هني اقول امبورت جافا دوت يوتيل سكانر. تمام اقدر اسوي وايد اشياء. اقدر اعرف السكانر مالي هني. زين اقول له مثلا private scanner واعطي read asm kbd read وكذي، ولكن هالاشياء ما ذكر لنا. فالافضل مدام ما ذكر لنا كل شيء نخليه في هالميثود. تمام مدام ما ذكر لنا فهني بنروح بنقول له scanner، ولكن الأصح الفيريبل لا الأصح هني، لأنه بس بنستخدمه هني. لو كان في كذا ميثود بنستخدم في السكانر مفترض كان فوق التعريف عشان عارفه مرة واحدة وبس. إذا فبنقول سكانر kbd أو read اللي هو مو مهم سكانر. بعدين نقول له system dot n. تمام نقدر الحين نخلي التعريفة تكون في، يعني ناخذ القيم في سطر واحد. في بعضكم يحب ان يكون عنده variable وكذي، ولكن خل اعلمكم طريقة الاختصار لانه ممكن يجي لكم في الاوتبوت. في ناس تحب مثلا شنو ان هاي temperature بنسمي شيء double temp ونخليها صفر مثلا. بعدين كل ساعة نخليها تقرا. تمام انه خلي في اللوب يقرا بعدين داخل الاري. نقدر كامل هالخطوة نختصرها بطريقة شنو، ان اول شيء نكتب الاري. زين temp لا مو temp اللي هو temperature، ونحدد الاندكس. الاندكس طبعا بيكون i لانه بيختلف، بيكون 0 بعدين يصير 1 2، فاحنا بنعتمد على الـ على الاي. تمام بيساوي شنو ريد ما ادري كي بي دي اللي سميناه كي بي دي دوت نيكست دبل. تمام في سطر واحد اختصرنا. زين هو بس وهاي الكود. بس اعتقد كان يبغي بعد اذا في خطا خلينا نشوف. لا ما حدد ما يبي غلط هاي الثاني. زين فشنو ففي هالسطر خلصنا الكود بسهوله. في ناس تحب شلون انه مثلا هاي دبل، تعرف دبل بعدين
بعدين في الفور في الفور تحط الكود. خلينا نحطه بهالطريقة انه شنو يصير، انه يخلون temp فوق equal في ناس يحبون بهالطريقة. انا افضل الاختصار دائما، دائما الاختصار يكون افضل. زين، فتقدرون تكتبون بهالطريقة او باختصار اللي هو شنو بيكون، بيكون بدون قوس، بيكون شذي. زين، وهاي بعد ما بنحتاجه. زين، فخلصنا من هالميثود. بروح الحين قال لي a method name find temp at. زين، that takes an integer index، بياخذ قيمة index. The method should display the temperature of given index. Display an error message if the value of the index is invalid. هاي يعني باختصار هو get، ولكن شنو get؟ على حسب المكان اللي أبغيه. يعني احنا عندنا array صح، عندنا 12 position فيه 12 index، فهاي get يقول لك ان اختار position او index انا بعطيك القيمة مالتها. تمام، فهاي الست صار حق الاري، وهاي بعد صار جيت حق الاري. وجافا 3 ان شاء الله بتاخذون، يعني هاي وايد بيتكرر عليكم. زين، فشنو بنكتب؟ بنكتب public. النوعيه شنو بتكون؟ النوعيه ما دامي انا بعطيه قيمه، خلينا نشوف هنا takes an integer. The method should display the temperature. مدام قال display مفترض يكون void ونحط له system.out، بس الأفضل يعني منطقيا إنه يكون return، أنواع return. تمام، منطقيا مفترض يكون أنواع return، ولكن أنا لازم ألتزم بالنص اللي هم كاتبينه، فبخلي void. بعدين بعدل لكم إنه شلون مفترض كان يكون. خلينا نقول void، ممكن يكون بعد خطأ كتابي بس مو مشكلة، خلنا احنا نروح على اساس ان هاي صحيح ونمشي عليه. فنقول له public void وشون اسمه find at. وياخذ index. زين، شلون بيرجع؟ خل أوريكم شغلة كلش بسيطة. لو كان هاي أنواع return، كان تشوفوا شلون كان بيرجع القيم. فمثلا خلينا نقول هاي كان نوعية return، فأكيد كان بيكون double. في سطر واحد بنقول له return temp. زين، وهني نعطي شنو للindex. تمام، كان هاي السطر. ونسبة حق الاف، الاف كانت بتكون فوق، بنقول له اف index. شوفوا هنا شنو المقصد، ان اهم شيء الاندكس يكون valid. يعني شنو؟ انه لا يكون اصغر من الصفر ولا يكون اكبر من السايز. تمام، حتى مو السايز، حتى يعني مساوي السايز واكبر. تمام، فبنقول له index اكبر، او خلينا نحط اصغر عشان هني بنحط المسج اصغر من صفر، and عشان نسوي له range، and index اكبر او يساوي size. size كان، لا مو size، فبخليه temp dot length. تمام، اللي هو size. في الحالة شنو بيصير؟ بنعطي error message. زين،
تمام ايرور مسج بنعطي زين هاي النسبة اذا كان الميثود مالي مكتوب ريتير فبنحط هنا دبل وبس بيكون في سطر واحد وانتهينا ولكن لانك كاتب لي ديسبلاي ديسبلاي معناته النوع اللي يطبع فلازم اخلي هنا void تمام واشيل هنا ريتير مكان ريتير شنو احط احط لي الافضل عشان ما اخربطكم احط لي else رغم مو شرط اكتب else وهاي اخليه داخل شنو system.out تمام فبهالطريقة حلت المشكلة مالتي فنروح حق الميثود اللي عقب الميثود اللي عقب قاعد يقول لي a method name average summer temp that calculate and return شوفوا هني returns خلاص هني returns the average temperature in summer season تمام هاي return يعني اوكي زين شلون بنحسبها الحسبة بتكون كلش سهلة اعتقد وصلت لكم الفكرة already فبنقول له public هاي برجع لي temperature يعني بيكون نوعيته double زين فبنقول له double average summer temp ناخذ بننسخه وما بنحتاج شيء في الاندكس لان هم ما طلب وهم مو منطقي عندنا القيم فما بنحتاج فشنو بنكتب هنا بنكتب في سطر واحد ريتير زين العملية كلش بتكون سهلة لان شنو هو يبي كالكوليت ويبغي الافرج مالت شنو مالت هالاشهر الاربعة فالافرج شلون يحسبونها تجمع هالقيم الاربعة وتقسمهم على عددهم زين فشنو بنسوي بنجمعهم اول شيء بنقول temperature قال لي من 6 الى 7 نقدر نخلي لوب انه يحسبهم زين انه يجمعهم ولكن احس ما له داعي نقدر يعني احنا نسوي بطريق يعني مو العدد مو وايد عود عشان نحط له لوب وكذي زين temp 7 على فكرة في شغلة هني يمكن راحت عن بالنا شهر 6 في الاري مفترض يكون 5 لان احنا نبتدي من شو اسمه من 0 فبيكون هني 5 6 7 8 كذي بيكون بيكون 7 تمام بعدين عقب ما جمعنا ذلين كامل نقسمهم على شنو على عددهم أربعة وبس يعطينا القيم ممكن يصير لنا خلل وما يعطينا القيم كفلوت فالأفضل نخلي الأربعة بوينت زيرو تمام عشان يعطينا القيم كفلوت أعتقد كذي خلصنا الميثود باقي الحين بس نشيك نشغل الميثود ونشيك نشوفه بنسوي لنا ديمو هنا اوكي ف بنسوي لنا اوبجكت الاوبجكت هني لازم نحط لنا variable لان ليش الكونستراكتر مالنا في بارامتر ما عندنا ديفولت كونستراكتر زين فمن كذي لازم نحط قيم مثلا خلينا نقول بحرين بعدين نقول object.set
system. Then بعدين بيقول له object dot احنا بنحط index, خلنا نقول index 5. زين اخر واحد نوعيته return مثل ما نشوف. زين فلازم شنو؟ فلازم نخليه داخل system dot out, فبنقول له system dot out object dot. تمام هاي مفترض يكون الكود مالنا. الحين ندخل قيم نقدر بالسبيس نحطهم كلهم. ناخذ منه وقت شكله وايد. كم صاروا هاي؟ ثلاثة ثلاثة ستة. اوكي خلنا نشوف الحين. واحد اثنين ثلاثة اربعة خمس ست سبعة ثمان تسعة عشر بعد اثنين. تمام فالحين الافرج واعطانا في وين؟ في اي اندكس خلينا له خمسة. خلينا نشوف هل صح. اذا هاي زيرو وان تو ثري فور فايف صح. تمام تخزن في خمسة. زين المعادلة مالتنا احنا كانت حسبناها من خمسة ستة سبعة ثمانية يعني نجمع هالأربعة. زين نتأكد خلنا نستخدم كالكوليتر بس عشان نعرف ان معادلتنا صح. زائد خمسة وأربعين بوينت ثري زائد ثلاثة وثلاثين بوينت تو زين على أربعة صح. تمام خلينا نشوف إذا هني ما حطينا بوينت زيرو ممكن يطلع لنا بس شو اسمه بو هاي لازم. فهاي خلنا بسوي لها كوبي بعد عشان ما أعيد أكتبها. فإذا هني شلنا الصفر ممكن إذا شغلنا البرنامج الحين ممكن ما يعطينا بالكسور. خلينا نشيك. لا أوكي أعطاني بالكسور لأن الأرقام اللي داخلة هناك كسور. يعني لو الأرقام هني ما كانت كسور كان أعطانا شو اسمه. بس احتياطا دائما حطوا بوينت زيرو حتى إذا اليوزر حط شيء غلط يبان. إذن بنجرب شيء ثاني بعد انه شنو نطلع المسج مال الاندكس مثل ما تشوفوا هني. خلينا نحط اندكس ماينس 1 مثلا. سيدي اعطاني ايرور بس اهم شيء اوكي ليش اعطاني هو صح. مفترض شنو كنت اسوي؟ مفترض كنت اخليه انه يطلع في الحالة بس يصير ريتير. زين خلينا نشوف. شوف هني وياي ما اخليه يروح حق ما يروح تحت. صار المفترض ما كان يروح. زين خلينا نشوف ما طلع المسج. مفترض نقول له ريتير بس ريتير. زين عشان يعني بس اطلع من البرنامج.
الغريب انه شنو صاير انه قاعد يروح هني، المسج يطلع من هاي، المفترض ما كان يروح هني، كان يروح حق الالس. خلينا نشوف ليش كذي. اوكي اعتقد بسبب الاند، لان الاند غلط، المفترض كان يكون اور. لان ليش الان ما يصير يكون اصغر من صفر واكبر من هاي في نفس الوقت؟ تمام، الحين خلينا نشوف. فهو بيعطيني ايه بالضبط؟ اعطاني المسج زين ان المس ان الهاي غلط. اعتقد حتى هاي ريتيرن ما له داعي، ريتيرن ما له داعي، اعتقد بيشتغل. اوكي خلينا نجرب. تمام اوكي، احس السؤال كان حلو سهل زين، اعطاكم فكره شوي. اهم شيء هني لا تنسون ان حطوا في بالكم، مو يعني ما يصير انه يكون هم اصغر من صفر وهم اكبر من لينث في نفس الوقت، فلازم اور ما يكون اند. تمام خلوا تشوف اذا عندكم سؤال. خلينا مساعة دبل، اعتقد كان هاي السؤال. ايه مساعة خلينا تمب، لان قلنا في ناس يحبون يخلون فيريبل زين، نخلو يعني يحبون بهالطريقة يكتبون دبل. تمب equal zero زين، وهني من مكان يكون سطر واحد يكون سطرين، في ناس يعني يحبون بهالطريقة عندهم أريح. فيعني رأيتكم إن تقدرون تحلونها بالطريقتين، ولكن هالطريقة اختصار، يعني أقدر أسويها بهالطريقة إن أخلي هني temp زين، وفوق أقول له temp تمام. فهاي الطريقة في ناس يفضلون هالطريقة، أنا عن نفسي ما أحب كذي، أحب الاختصار، إنه شنو ما أحتاج variable فوق ما أخليه زين، ودايركت أشيل هاي، حتى الأقواس ما بنحتاجها لأنه سطر واحد زين وبس. طريقة يعني أنا أفضل هالطريقة، طريقة الاختصار. زين فخلنا نكمل على الأسئلة، نشوف شنو السؤال اللي عقب اللي عندنا. ها كان سؤال الفاينل. زين هاي الأسئلة، بعد عندنا اري. أسئلة من هالنوع في الغالب نستخدمها في المين، ما بنسوي كلاس، لأن مثل ما تشوفون ما في اسم كلاس، والفكرة إن شلون نشغل وشلون نحط اف، نشيل يعني مثلا السالب الموجب، شلون نحدد. فما بيركزون على الكلاس في هالأسئلة، فغالبا بتكون في المين. فهالسؤال بناخذه في المين.
نشيل هاي والكومنت وبناخذ السؤال. اول شيء خلينا نقرا بعدين نروح هناك بناخذ كوبي ككومنت. Use the space below to write a main method that reads 5 integer value into array name list. Then use the array to output the positive value following by the negative value and ignore zero. يبغي ان شنو نطبع اول شيء positive, إذا في positive يعني بعدين negative ونستغني عن الصفر. مثل ما تشوفون هنا خمسة أرقام ما رتبهم على البوزيتيف والنيجاتيف, ولكن البرنامج طبع البوزيتيف بعدين طبع النيجاتيف. مفترض كان يطبع الأربعة بس شكله نشوف أوكي وياهم. زين المفترض يطبع النيجاتيف بس. زين فبناخذ هاي ككومنت هناك عشان ما نرجع. مدام قال لي reads فأكيد بحتاج شنو scanner. فمن البداية خلنا نحط هنا import java.util.scanner. زين بعدين scanner أنا بسميها المرة read new scanner وني system أول شيء شنو بسوي؟ بسوي لي array size ماله 5 لأن يقرأ 5 ف size بيكون 5 واسمه شنو بيكون list ونوعيته شنو integer قال لي هني integer values فبيكون انتجر. فبقول له انتجر list وبخلي السكوير براكت new انتجر اعطي size 5 تمام. الحين ببتدي القراءة. زين نقدر شنو نخلي له system.out نقول له enter 5 numbers. نقدر بعد الأفضل نحدد له تمام. ساعات شنو ما يخلون print line يخلون بس print عشان نقدر نحط القيم في سطر واحد. زين فبنحط لوب هاي أصغر من list dot length بعدين i++ وتحت مثل ما تعودنا من ساعة ان نسوي في السطر ما بنحتاج variable زيادة direct نخليه في الاري. فهم يقول له list i equal read meta read dot next integer. تمام هاي نسبة حق القراءة خلصنا هاي بس خلاص أحط هنا كومنت. زين فالقراءة خلصناها. الحين شنو بقى علينا الأوتبوت فبنطبع بنحتاج مرة ثانية اللوب. زين نقدر شنو نسوي له كوبي ولكن شنو هالمرة بنحتاج نحط إفات
زين مو محتاج نقرا. وأسهل أسهل طريقة نستخدم اثنين لوب إنه يطبع لنا دايركت بدون ما نعور راسنا. اللوب الأولي بنخليه حق البوزيتيف، شلون؟ بنحط داخله اف. الاف عبارة عن شنو بنقول له؟ بنقول له ليست. زين، علشان ندخل الرقم اللي داخل الليست بنخلي الاندكس هني اي، تمام؟ وبنشيكه ويا شنو؟ ويا الصفر. فإذا كان أكبر من صفر زين اطبع لي، بس نقول system.out list، وهو كان يبغي printer line تحت بعض، اوكي، فبنسوي بنفس الطريقة اللي يبغيها، نخلي هني i، تمام؟ نقدر ناخذ نفس الفكرة بالضبط نسويها حق النيجاتيف، ولكن شنو اللي بيتغير؟ بيتغير الاف، تمام؟ من مكان هني أكبر من صفر نخليه أصغر. أول شيء بنفذ لي هالسطر أو خلينا نقول هاللوب، بعدين بروح حق اللوب الثاني، تمام؟ وما دامنا قلنا إجنور زيرو فخلاص ما يحتاج نحط يساوي زيرو. تمام؟ فخلينا نشغل البرنامج ونشوف. قلنا له هني حط لنا خمسة أرقام، خلينا نقول 10 × 3 × 5 × 4 0، نسوي لهم كوبي. مثل ما نشوف طبع البوزيتيف أول وعقب النيجاتيف. ليش؟ لأن أول شيء بيطبع اللي فيه اللوب بيمشي عليهم كامل، زين بعدين بيروح هني مره ثانيه بيمشي عليهم. بس هاي يعني مو عملي ان نستخدم لوبين، ولكنها اسهل طريقه. مفترض يعني نسوي لها يعني طريقه ان نخلي يطبع البوزيتيف بعدين هاي استخدم افات ازيد، ولكن بيتعقد فما له داعي، هاي بيكون اسهل. زين خلينا نشوف اذا عندكم سؤال. إذا خليناهم كامل في نفس اللوب شوفوا شنو بيصير. نخليهم في لوب واحد، بشيل الاف هاي والسطر زين وهاي بعد وياه، فبيكونون في لوب واحد. خلينا نشوف شنو بيصير. شوفوا شلون بيصير، 10 بعدين سالب 3 زين بعدين 5 بعدين سالب 4. لأن ليش؟ مرة قاعد ياخذ الموجب مرة قاعد ياخذ السالب، تمام؟ فمن كذي ما ينفع، لازم يكون يعني شو اسمه. وخاصة شنو صار الترتيب؟ لو تشوفون هنا الترتيب، لو مثلا كان 10 × 5 كان ما لاحظنا في اختلاف، ولكن شنو صاير؟ صار 10 × 3 زين. فشنو يصير؟ اللوب هنا يدخل تشيك هاي بيكون 10 هل هي اكبر من 0؟ اي صح، فبيطبعها. بينزل تحت هل 10؟ للحين 10. 10 اصغر من هاي؟ لا، فبيدخل مره ثانيه. سالب 3 اكبر من 0؟ لا، بيروح حق الثاني. سالب 3 اصغر من 0؟ اي، فبيطبعها. فبيصير بهالطريقه، فما ينفع، لازم نستخدم لوبين للاسف. يعني كان ودي ان سوي لها طريقة ان شو اسمه، بس ما يصير، لازم يكون في لوبين. نقدر يعني حتى لو يعني نبي لوب واحد لازم يكون لوب داخل لوب، فنفس الشيء ما فرقت، تمام؟ فهاي نسبح حق السؤال. اذا عندكم سؤال ثاني
تمام. إذن خلنا نروح حق السؤال اللي عقبه. عندنا هالسؤال، مش الحلو انه شنو حدد بعد زيادة في الاف. خلينا نقول، خلينا نشوف شنو يبغي منا السؤال. يقول لي use the space below to write a main method that read 5 integer value into array name list. تقريبا نفس الاولي. then use the array to output the average من الaverage and then list and the list of the odd number below the average. تمام، عندنا لسته ناخذ منها خمسة ارقام نطلع الافرج. تمام، بعدين نطبع الارقام اللي اصغر من الافرج. اوكي، اعتقد الفكرة وصلت. ف خلنا نروح حق المين، خلنا نروح حق المين ونشوف شلون نقدر نحل هالسؤال. تقريبا نفس الشيء هنا. زين، خلنا بمسحها كامل مو مشكلة، عشان بس يعني الفكرة تركز. وناخذ هاي ككومنت. نفس الطريقة، بنقرأ خمسة أرقام. خلينا نسوي لنا سكانر، نسمي read equal new scanner. بعدين نقول له انتجر ليست، خلينا نشوف انتجر 5 انتجر ايه. بعد قال لي انتجر values فبيكون انتجر ليست سكوير براكت. new integer size ماله 5. نبتدي. زين، اول شيء بنحصص دوت اوت. انتر 5 انتجرز، المفترض يعني يكون كذي ان نحدد له شنو الارقام عشان ما يطلع ايرور، لانه ممكن يحط ارقام شو اسمه دبل بالغلط فيسوي لنا ايرور بدون ما له داعي، يعني فنحدد له احسن. وخلنا نحط هاي بعد بس فرنت عشان يكون في سطر واحد. بعدين بناخذ القيم نفس الطريقة اللي قلناها مساعة 4 زين انتجر i اصغر من list dot length i plus plus. شلون بنقرا؟ بنقول له list وبنحدد ال i لأن كل مرة بتغير الindex. وشنو بنقول له؟ بنقول له read dot next integer بس. هاي ك read خلصنا منها سطرين وانتهى. إذن الحين شنو بقى علينا؟ مشكلة إن شنو؟ إن نبي نطلع ال average. تمام، علشان نطلع الافرج لازم شنو؟ نجمع كل القيم ونقسمهم على عددهم. فاحنا نقدر نسوي بعد لوب ثاني ونحط نجمع فيه العدد، ولكن هاي بيكون كنا شنو ضيعنا على روحنا يعني بروسس زياده. فاسهل شيء واذكى شيء انه في شنو؟ في نفس اللوب الاولي اللي ياخذ القيم يجمعهم مره واحده. تمام، فشنو بنسوي هنا؟ بنقول له انتجر sum equal 0. لازم اخليه equal 0 لانه ما يصير ينضاف على ولا شيء.
تمام لانه بيكون نال. اذا نال بس بيعطيك ادرس ميموري فما ما تقدر تضيف قيم على ادرس ميموري فبيعطيك ايرور. فمن كذي بنقول له سام بلس ايكوال لانه بنضيف عليه ليست اي زين. فهني بنضيف عليه في المجموع كامل بيطلع يعني مجموع القيم كلهم بيكونون متخزنين في السام لان ليش كل ما نعطي قيمه يخزنها في السام وكذي خمس مرات. بعدين نقدر نقول له اعطنا الافرج شلون بنقول له دبل افرج خلينا نكتبها اختصار. الافرج عباره عن مجموع على عددهم فبنقول له سام قسمه عددهم اللي هو شنو عدد الليست اللي هو list dot length تمام. طلعنا الافرج الحين الافرج الحين عندنا already والافرج ما نقدر نطلعه في وين في اللوب لان ليش نحتاج السام كامل يستوي كامل الاعداد يمر عليهم عشان نطلع الافرج. فمن كذي خليناه برا اللوب ما في مجال نسوي داخل اللوب زين. فبنسوي الحين لوب ثاني او تدرون خلا بنسخ لانه برا اللوب فعادي استخدمت اي عادي يعني ما في مشكله. هل بيكون اكيد اكثر من سطر لانه بنشيك الافرج. فبنقول اف الحين شنو قال لي قال لي يبغي بلو اصغر تمام. وشنو بعد اضافه يبغيهم يكونون اود. الحين انتم عندكم خيارين يا تخلون اف داخل اف او تخلون اف في سطر واحد تمام. فخلى انا اول شيء اسوي بسطر واحد بعدين بنخلي اف داخل اف حق اللي ما يحب يعني هالكثر كونديشن ولكن الافضل دائما الاختصار. زين فشنو بنسوي خلى اول شيء نشيك انه اصغر من الافرج ولا لا علشان ليش بنحط and and هل and يشيك خلا بكتب لكم الهاي بتعرفون الفكرة. إذن فقلنا له شنو نبغي below أصغر فبنقول له list i أصغر من average. إذن الحين شنو بنحط and and هل and and ذكي في حال هاي طلع فولز ما بيكمل يشيك الكونديشن الثاني سيدا يعني بيطلع من اللوب تمام. ف بنروح حق الكونديشن الثاني اند اند نبغي الليست تكون شنو اي هني بنستخدم المود لان ليش شلون احنا نعرف ان هالرقم زوجه ولا فردي من الباقي مثلا خمسة رقم فردي شلون نعرف انه رقم فردي اذا قسمناه على اثنين اعطانا باقي اللي هو شنو 0.5 تمام 0.5 في نصين يعني 2.5 2.5 اذا شلنا 0.5 جمعناهم صار واحد تمام. فعندنا باقي اذا عندنا باقي يعني يعني الرقم زوجي سوري فردي اذا عندنا باقي الرقم فردي فنقول له list i mod 2 equal equal نقدر نخلي 1 او نشيل هنا equal نحط not equal 0 اللي تفضلونه كله واحد. زين بعدين شنو بنقول له نبغي يطبع صح بنقول له system.out خلينا نشوف الاوتبوت شلون ما ادري اذا يبي هالكتايب ولا لا هاي يبيهم الظاهر مو مشكله خلي بس بسك المايك شوي
زين فخلنا نكمل. مو مشكلة بنسوي اف 2 ونسوي اف 1. زين فهني بنقول له print system.out print. شنو يطبع لنا؟ يطبع لنا list.i. تمام وبس. هاي بيكون الكود. نهم بيكون خلنا نشوف في شيء نسيناه. ما في بس في شغلات انه هو شنو يبغينا نطبع الافرج. ايه يبغينا نطبع الافرج. فمو مشكلة بنطبع الافرج هنا مثل مثل الاوتبوت اللي معطونا. بيكون هني الافرج ايكوال. مفترض تاخذون تنسخون من ذاك او تدرون. خلينا ننسخ من هاي احسن. الافرج بعدين بنخلي الافرج. لو تلاحظون هني صار شنو تحته بالضبط. اوكي فمن الذكاء ان شنو نستخدم system.out وحده ما نخلي يعني ما نكتب مره ثانيه. ولكن شنو نطبع الكلام اللي موجود هني بس نخلي backslash n. تمام ان ننزل سطر. وهاي الكود عشان نشوفه عدل بننزله سطر. زين وبس. فكذا حلينا المشكله مالتنا. خلنا الحين نطبع او نشغل البرنامج. خلنا نشوف شنو عندنا بعدين بنعدل ونسوي افين. بناخذ نفس الارقام اللي هم خلوها. خلنا نشوف هنا ليش طلع 0.0 لان القسمة اللي سويناها وينها هني طلعت لنا شنو اثنيناتهم العددين شنو انتجر انتجر فما طلع لنا دبل. زين فشنو بنسوي علشان نحل هالمشكلة؟ اسهل طريقة عشان ما نعور راسنا بعد نقول 5.0. تمام نشغل مرة ثانية البرنامج نعطي القيم. شوفوا الحين طلع 8.8 لان ليش واحدة منهم صايرة شو اسمه دبل كسري. اذا اثنيناتهم انتجر ما يعطي. زين وشنو وخذ القيم اللي اصغر من الافرج اللي هو 3 و5. تمام نفس الاوتبوت بالضبط. زين فالحين خلينا نشوف شلون نقدر نسوي بإفين. تمام انا دائما افضل الاختصار ولكن ساعات الواحد يتخربط فعلشان نشيل الخربطه فشنو بيكون خلينا نفكر بهالطريقه. نقول اوكي احنا اول شيء نبغي شنو نبغي الاعداد اللي اصغر من الافرج. فشنو بنسوي هني اول شرط بنحط قوس. تمام هاي اول شرط سويناه. بنفتح هني بريسي بنحط داخله اف ونحط داخله الشرط الثاني اللي هو مال شنو مال المفرد. عقب ما الشرط الثاني عقب الشرط الثاني نحط الشيء اللي نبغيه. زين فبيكون نفس الشيء بالضبط. نشغل البرنامج نشوف. اعتقد احتاج كوبي. نفس الشيء تمام بالضبط نفس الشيء. زين فهل عندكم سؤال او شيء؟
تمام زين، فخلينا نروح حق السؤال اللي عقب. تمام بنحل هالسؤال وهالسؤال بعدين بنروح حق 7.4. اذا خلينا نشوف هالسؤال. يقول لي write a Java program one class with the main. زين يبغي في المين already. To do the following, promote the user to enter integer number n. هني شنو n يحط؟ زين يعني اي رقم يبي يحط؟ 10 20 5 2 هو وكيفه. بعدين قال لي declare an array name list of n integer number. على اساس الرقم اللي يعطينا نسوي له size. بعدين promote the user to fill the array يعني انه يكتب فيهم. زين اخر شيء found and point the largest odd number in the array. Print appropriate message if the array does not contain any odd number. تمام هني عاد شنو يبغي؟ ما يبي الافريج، يبي اكبر odd في الليست. تمام يعني maximum odd خلينا نقول. فخلينا ناخذ هاي كوبي. انا من رايي ما يحتاج الساعة نمسح، وهاي في اشياء مثلا بنخليها موجودة مثلا هاي بس بمسح دلين. تمام اعتقد هاي اوكي واضح، ما يحتاج الساعة امسحها وجسمها. فبناخذ الكومنت ونمسح هني وبنحط هالاربعة. زين اول شغله يحتاجها برنامج انه ياخذ نمبر. اوكي نقول system dot out. اوبس خلينا نشوف. لا ما عندنا output. اوكي اذا كان عندنا output زين output simple كان شو اسمه تاخذون نفس الكلام اللي موجود تنقلونه. ما دام ما عندنا فاحنا بنكتب enter the array size. خلينا نخليه بعد في سطر واحد. زين نقدر نسوي حركة وايد ذكية. من مكان نحط variable ونعرف هني الخمسة شو نحط؟ نحط السكانر هني، نقول له read dot integer next integer. زين هاي يختصر علينا variableات. ال variable شنو مشكلته؟ يحجز أماكن في الميموري، فكل ما قللنا استخدامه يكون أفضل. زين فهاي اختصار ان دايركت بنعرف ليست وبنعطي السايز في مره واحده. لو مثلا كنا بناخذ فيريبل مثلا خلينا نقول انتجر ان، كان بيكون بهالطريقه ان بنحط هالكود هنا. زين بعدين بيكون عندي ان هنا. تمام ولكن خلينا نختصر افضل عشان نتعود على الاختصار، خاصة إذا يعلن في الأوتبوت إنه أوريدي إحنا متعودين. زين فهني أول خطوة سويناها، بعدين شنو قال لي؟ يعني 1 و 2 خلاص. زين فالحين إحنا في 3، يبغي لنا شنو؟ يبغي لنا إن نطبع أو شو اسمه؟ نخلي اليوزر يدخل القيم. تمام، فشنو نقدر نسوي؟ نقول له 4 integer i equal 0 i أصغر list dot length i plus plus. إذن ف فهاي شو اسمه بناخذ القيم
دي في الليست equal read dot next integer. تمام. إذن هل ممكن أربعة نسويها في نفس اللوب أو لا؟ ممكن، لأن ليش؟ مثل ما نشوف إن الأود لازم تشيك قيمة 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 قيمة، تمام؟ فvalue value، فمفترض شنو؟ مفترض نقدر نخليه في الفور الأولية، ما راح تنسوي فور ثانية وكذي بيكون يعني وست. زين بنسوي في نفس اللوب بنخليه يشيك. شلون؟ أول شيء بنفتح بريسي بنقول له هني اف سوري فور، بعدين بنحط له اف. الاف مالنا شنو؟ بسيط، انه يبغي شنو؟ largest odd. تمام. فشنو بنسوي؟ بنسوي حركة حلوة، انه أول شيء بنخليه بس يشيك الاود، تمام، بعدين بنخليه ياخذ الماكسيمم. زين شلون؟ بنقول له اف شيك لي بس الاود، اللي هم مود 2 يساوي 1. خلينا نحطها بهالطريقه الحين. بعدين الشرط الثاني اللي هو and انه شنو؟ يشيك القيمة. زين شلون بيشيك القيمة؟ اساس التشيك انه شنو؟ بيسوي سيرش. يعني عندي اثنين اري، خليني اوضح لكم دقيقة. عندي الاري هاي، زين في قيم داخله، خلينا نقول كذي 10 20 او 30 40. زين شلون بنشيك؟ بنشيك اذا شنو؟ بننسخ نفس المكان. يعني هو اول شيء بنبتدي وين؟ في اندكس 0. لو مثل ما تشوفون هنا عندي اندكس 0 اوكي، وهني 1 وهني 2 و 3 تمام. فانا بتشيك من هني اندكس 0، فشنو؟ بنسخ لي نسخه ثانيه انه شنو؟ يشيك لي في نفس المكان الاري. زين يعني انا مو اكتب هني ليست اي، تمام، فاول مره بيكون صفر. فانا شنو بسوي لي؟ بتشيك من اول مكان list 0، يعني list i يشيك ويا list 0، تمام. ولكن list 0 في مشكله انه شنو؟ ما اقدر اسيف داخله شيء، فلازم اخلي variable. فشنو؟ فمن مكان اكتب 0 بكنسل 0 بخلي max، ولكن max قيمته كم بتكون؟ بتكون تساوي صفر. في اثنيناتهم يوم احط اف كونديشن، زين خليني بحط اف بعد شوي كبرة. اذا اقول اف ليست اي اكبر من ليست وداخله ماكس، تمام، هاي اذا يتلون هاي بعد، تمام. فهني انا قاعد اشيك. زين في اول مرحله خلي بعد نحط هني بريسي يمكن نحتاجه ما يندرى. بعد هني بلوك عشان نعرف احنا نتكلم عن شنو. زين ففي اول مرحله شنو القيم اللي بيشيكون بعض؟ مو قلنا الماكس يساوي صفر، فبيشيك ويا الاي اللي هي صفر. فهل 10 اكبر من 10؟ لا. فبينتقل حق الثاني. الماكس تغير ما تغير؟ زين
في الثاني هني الاي صارت كم؟ صايرة ثنتين او واحد، سوري واحد، زين صاير واحد واحد زين، وماكس للحين صفر. زين الكونديشن الحين بنشيك، واحد اللي هو 20 في 10 اللي هو في هالمكان. زين هل 20 اكبر من 10؟ ايه اكبر. زين فشنو نحتاج؟ نحتاج نغير الماكس الحين، قيمة الماكس نخليها كم؟ نخليها واحد، فنقول له ماكس equal 1 حاليا، لأن ليش؟ حصلنا في index 1 القيمة أكبر من index 0 اللي الماكس كانت عليها، تمام؟ وإحنا خب ما بنكتب 1 لأنه مو معقولة نكتب 1، فإحنا شنو بنخلي؟ بنخلي i، لأن إحنا أصلا ما بندري بيكون في وين، هو الآي اللي بيمشي عليهم، فبنخلي آي، تمام؟ نفس الطريقة الحين شنو الآي تغير صار الآي كان واحد صار اثنين. إذن الحين بيشيك ويا الماكس اللي هو كم صاير الحين حاليا؟ الماكس صاير واحد، وهني صاير كم؟ صاير اثنين، تمام؟ فبيشيك هل القيمة اللي في إندكس 2 أكبر من القيمة اللي في إندكس 1؟ صح. فشنو مرة ثانية بيسوي أبديت حق الماكس، وقيمتها بتتغير إلى شنو؟ إلى 2، تمام؟ إلى ما توصل إلى آخر واحد. فبهالطريقة إحنا شو اسمه بنسوي أبديت حق الماكس، تمام؟ خلنا نسوي مرة ثانية بالبرنامج، بعدين بسألكم إذا الفكرة واضحة أو لا. إذن فشنو بنسوي؟ بنعرف ماكس هنا، بنقول له integer max equal 0، بعدين هنا شنو بنقول له؟ بنقول له list list i اكبر من list max شنو تسوي لي؟ تسوي لي update حق max، تمام؟ إذن هو حط شنو بعد لنا؟ قال لنا إنه في حال ما عندنا odd number طلع لنا message. إذن احنا شلون بنعرف انه ما في odd number؟ نقدر نستغل هالf مالنا already. هو شنو الf بيشتغل متى؟ اذا حصلنا odd number، صح؟ فشنو بنقدر نحط هني counter، فنش اسمه نحط counter ثاني، بنقول له odd counter مثلا، وبنخليه يساوي صفر. اذا داش الf نخليه يزيد، تمام؟ فبنقول له شنو كان اسمه؟ odd counter plus plus. وشنو بنخليه برا على اللوب f، odd number equal 0، شنو يطلع لنا message؟ عشان يبغي في المسج نفس الشيء اللي يبغي بكتبه، تمام؟ فخلنا نشيك نشوف الفكرة مالتنا صحيحة. بنختار نفس الأعداد اللي في الرسمة، في شغلة بعد نسيناها انه يطبع الماكسيمم. زين else نقدر نخلي هني else system.out the max odd is، نحط هني يساوي، بعدين شنو بنقول له list max،
تمام؟ يعني يا يطبع هاي أو يطبع هاي على حسب الكاونتر. شغل البرنامج ونشوف. بحط نفس أول شيء بنحط السايز اللي نبغيه، خلينا نقول 4، بعدين 10، 20، 30، 40، مفترض تطبع لي 30. خلينا نشوف. أوه طلع لي شو اسمه، طلع لي ما في odd number. اي صح ما في odd number، صح هذين القيم ما فيهم odd number. راح في بالي شو اسمه لو كان 1 2 3 4 كان هاي صح، هاي ما فيهم يعني شغال انه ما في odd number. تمام خلينا مرة ثانية نشغل البرنامج، نقول له 4. الحين نشيك 1 2 3 4 اوبس 4 شغال. The maximum number is 3. تمام. فإذا عندكم سؤال أدري هاي شوي تركي بس يعني إن شاء الله قدرت أوصل الفكرة. إذا عندكم سؤال خبروني. زين فخلنا نكمل ما دام كل شيء واضح. عندنا بعد سؤال، عندنا هالسؤال رايت دائما في وين كلاس ومين ميثود. زين promote the user to enter number of employee بعد نفس الطريقة انه ياخذ رقم، بعدين declare array name هنا اسمه غير salary of size n to represent the employee's salaries. تمام ask the user to enter fill the array count and display count and display. شو قصدهم count and display؟ يمكن قصدهم count and display ممكن العدد. خلينا نشوف. لا هني لا شو يقول لي ما ادري شنو قصدهم هني count and display. بعدين يقول لي average salary، طلع ال average salary، بعدين salary below average. اوكي بعدين بنحدد اللي اقل واللي اعلى من ال average. تمام فيمكن هني اعطانا كهنت ان شنو نسوي له كاونت، مو مشكله. فخلنا ناخذ السؤال نوديه في المين. تمام ما بمسح كل شيء، بمسح من هني بس. زين فهني اوريدي قال لي ان نخلي اليوزر يدخل قيم. زين نقول له انتر نمبر اوف امبلوي امبلويز
زين بس بنغير المسج. بعدين شنو قال لي؟ قال لي يبغي الاري يكون اسمه ايه، هاي يكون اسمه الاري. تمام زين، اعتقد هني مفهوم اوريدي انه شنو بنخليه دايركت يقرا ويعطي السايز، فمن كذي ما يحتاج نغيره. بعدين نخلي اليوزر يدخل لنا قيم، بعدين يحسب. مثل ما قلت لكم الافرج ما نقدر نحسبه في البداية، فبنحسبه بعدين. زين فبنقول له فور انتجر اي زيرو اي اصغر من ام سالاري ماشينو دوت لينث اي بلس بلس. نفس الطريقة بناخذ القيم، ولكن لان بنتعامل ويا افريج فبنحط سام بعد. فخلنا نحط قوس اول شيء، خلنا نحط بعد هنا فور بنحط هنا القيم اللي بناخذهم اللي هو من. بعدين بنقول للريد دوت في شغلة اعتقد راحت عن بالنا انه هاي السلاري، فمفترض يكون شنو؟ ما يكون انتجار، يكون دبل. تمام حتى هاي يكون دبل، فهني بيكون دوت نكست دبل. اوه نسيت الاندكس. تمام فالحين خذينا احنا القيم اوريدي علشان نسوي السام، لان نحتاج ناخذ الافرج. فشنو بنقول له؟ بنقول له دبل، او نقدر شنو بعد اختصار ساعات ان هني نقول له سام ايكوال زيرو، وتحت كل ما له نضيف عليه. نقول السام بلس ايكوال، وناخذ القيم من الاري نفسه. تمام فهم سوينا السام وهم سوينا القيم، خذينا القيم وهم سوينا لها السام في لوب واحد. اذا الحين بنسوي الافرج بيكون دبل، والقيم اوريدي بتكون كسور، فاوكي ما يحتاج يعني نحط اللينث ماله ككسر. يعني شنو بنقول له؟ بنقول له سام قسمة دوت لينث. تمام هني ما حطيت اللينث اوريدي ما بعرفه، لان ليش بناخذه من هني؟ تمام ما خليته ككسر لان كلهم هني بيكونوا كسور، فاعتقد اوكي. زين فهاي طلعنا الافرج اوريدي، بقى علينا شنو الحين؟ نقارن اللي اعلى واللي اقل. اول شيء شنو يبغي؟ نطبع السالري اللي اقل. تمام بعدين نطبع السالري، يعني عدد السالري اللي اقل واللي اعلى. تمام فهاي نقدر نستخدم في لوب واحد، ولكن مثل ما قلت لكم الكاونت بيكون يعني النهاية اخر شيء بنطبع الكاونت، ما بيكون في اللوب لانه لازم ننتظر انه يخلص الكاونت. اوكي فبنسوي لنا لوب
اللوب شنو بنحط فيه؟ بنحط فيه اف. اعتقد قبل اللوب فيها نوع البرنت حق الافرج، مو مشكلة بنرجع له، بنرجع حق الهاي. ولكن خلنا اول شيء نكتب الالجوريثم مالنا بعدين نشوف شنو التعديلات. زين اف افرج greater than، ونروح حق السالري مالينهم. تمام، هاي great، هاي above. فشنو بنسوي؟ خلنا نسوي لنا variable يحسب لنا، نقول له integer نسميه above equal صفر، والثاني نسميه below بعد equal صفر. تمام، فهني شنو بنقول له؟ بنقول له print، او لا ما يحتاج اني print، اني بس مجرد count، نقول له above plus plus. تمام، الحين بنخلي اف ثانية، لان احنا نبي شنو؟ هم نشيك اعداد ذلين وهم نشيك الاعداد الثانية، فبنحط بعد اف، ما بنحط اف الس، لان اف الس بتشيك يا هاي يا هاي واحدة منهم. تمام، فما نبغيهم يكونوا مربوطين، فبنقول له average. زين، أصغر من الأفرج، ونفس الإيري. تمام، فهني شنو بنسوي؟ بنسوي خطوتين. الخطوة الأولى أنا بناخذ أرقام. زين، خلينا نحط هني كومنت عشان ما نضيع. هاي من وين هي؟ بنقول له below plus plus، وبعد شنو بنطبع القيم مثل ما هو يبغي، فبنقول له front نطبع الاري. تمام، فكذي خلصنا، سوينا الالجوريثم مالنا، حسبنا الاباف والبيلو. تمام، بس باقي الحين نطبعهم تحت. اعتقد في مسج بارز، خلينا نشوف الاوتبوت. يبغي اول شيء يطبع هاي الافرج سالاري. تمام، بيسوي له مسج افرج هني. اوكي، نقول system.out، بعدين نشوف بعد شنو يبغي. عقب تحت هاي يبغي نطبع السالري اللي below average. تمام، بعد نطبعهم بيكون تحته. تمام، دلين بينطبعون اللي هو هاي، بينطبع اخر شيء برا اللوب. زين، خلينا نشوف وين اللوب. هاي اللوب، لا اوكي، برا اللوب بنطبع عددهم، لان ليش لازم نحتاج ننتظر على ما يكتمل العدد ونعرف. خلينا نشوف اوكي، خلينا ناخذ هاي كوبي كامل، لان بنسوي داخل system.out وحده. زين زين، بعد هو قصص لي اياهم اوريدي، فتمام. فهني يساوي زين، هاي الاند باك سلاش ابغي يكون هني، وهني بخلي القيمه اللي هي شنو بتكون؟ بتكون هني بلو، فبنحط بلو وعقب زائد. زين، او خليني احط الزائد تحت عشان اكون واضح لكم. زائد زين، وهني القيمه ما نحتاج ننزل سطر هني. فهني شنو بخليه؟ بخليه above
أعتقد كذي الأوتبوت بارز. خلينا نأخذ القيم. أنا شلون خليتها حق الطباعة؟ خلينا نشوف طباعة فانت. أوكي مفترض بعد مسج ثاني. خلينا نشوف انتر 4 بعدين يطلع مسج ثاني بعد. إيه في مسج ثاني اللي هو هاي. نكون هنا سيرفت اوت تمام. خلينا نحط دي يكون في سطر واحد عشان يكون ارتب. شغل البرنامج. اعتقد مفترض هنا اخلي 4 العدد 4 لا 4 اخلي العدد 4 بعدين هذا غريب. زين نشوف مشكلة. خلينا نعيد البرنامج. خلينا نشوف شنو الاغلاط عندنا هنا. فرنت اوكي بعدين اوكي كان ما ادري كان غلط شيء ثاني. زين فطبعنا مثل ما تشوفون. لحظه هاي مو بلو هاي اباف. صار خربطه شكله. احنا طبعنا اللي هو اباف لان تشوف الافرج عكسنا. خلينا نشوف وين عكسنا. شكله في الاف او شيء كذي. عكسنا احنا خلينا اصغر وذاك خلينا اكبر. عكسنا زين. مثل ما تشوفون قيمة واحدة 1 و3 حق الباقي. وزين يعني شفناه مثال لأن عكسنا بالغلط فشفنا القيمة الباقي. فالبرنامج نفس ما هو هني بالضبط شغال تمام. اللي عنده سؤال أنا أسمع له. أوكي ما شاء الله لاحظته وردت.